قال الله جل وعلا إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يخرج الإبن الصبي إلى مضجعه فينام فيرى تلك الرؤيا، يأتي إلى أبيه يزدرف إلى والده يقص عليه الرؤيا. السجود سجود تحية باتفاق العلماء، لا سجود عبادة، لم يأذن الله أن يسجد أحد لأحد عبادة، حتى سجود الملائكة لأبينا آدم عليه السلام إنما كان سجود تحية. كون الشمس والقمر والنجوم تسجد له مجمل الرؤيا يدل على أن هذا الصبي هذا الفتى سيبلغ منزلة عالية ومقاما رفيعا. فقه الأب رؤيا الابن، خاف على ابنه، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لم يرد أن يجرم الأبناء، فذكر الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وحال النصح لا يسمى غيبة. قال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، فهذا منفك عن كون أن الوالد يغتاب أبناءه فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، وقد تحرر نقلا وعقلا مما اتفقت عليه كلمة العقلاء وما زال الناس يعيشونه، أن المرأة إذا أنعم الله عليه بنعمة حري بمن لأهل قرابته أن ينالوا منها شيئا، لا يمكن منعهم. ليس المعنى أن يقدمهم على غيرهم، لكن بدهي جدا أن يحظوا بشيء من شرف ذلك الرجل الذي شرف فيهم، بدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، وبنو هاشم نالهم شيء من شرف كون أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما أخبره بأن بعض قريش يجفو، قال والله لن يؤمن أحدهم حتى يحبكم لله ثم لقرابتي. فيحبكم لله هذه يشترك فيها كل مؤمن ومؤمنة، لقرابتي لمنزلة بني هاشم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول يعقوب لابنه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. فطن الأب أن هذا الابن سيبلغ ذات يوم شأوا عظيما. على الجانب الآخر ما كان بقية الإخوة راضين عن صنيع أبيهم وتقريبه ليوسف، ذكروا فيما أخبر الله عنهم إن أبانا لفي ضلال مبين. لم يقصدوا بالضلال ما هو ضد الكفر، ما هو ضد الإيمان، لأن هذا كفر، لكنهم قصدوا أن أباهم لا يحسن أمور الدنيا، يقرب هذا الصغير الفتى ويبعدنا ونحن أنفع له، هذا الذي قصده أبناء يعقوب، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بيتوا أول الأمر قتله، أدركتهم عاطفة الأخوة وهم كثر، وصعب أن جميعا يجتمعوا على رأي واحد فيه من الشناعة ما فيه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، وهذا كان أرقهم على أخيهم، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يمر قوم عابرون فيأخذونه. فانتقلوا من أمر شنيع إلى أمر أقل منه، أدركتهم عاطفة الأخوة كما سيأتي أن يعقوب تدركه بعد ذلك عاطفة الأبوة. أخذوا يوسف قبل أن يأخذوه، قدموا على أبيهم كما قص القرآن، وما هو مشهور ذائع تجنبه، وقدر الإمكان نعرج على ما يغلب على الظن أنه خاف. قدموا الأبناء على أبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، وهذا من حيث الصناعة اللغوية يدل على أنهم كانوا قبل ذلك يسعون إلى أن يأخذ يوسف معهم، لأن مقتضى اللغة يدل على أن هذا الأمر قد تكرر منهم من قبل، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. فأخبرهم أدبا معهم أنه يخشى عليه الذئب، وهو لم يخشى عليه الذئب، كان يخشى عليه إخوته، لأنه علم ما في الرؤيا من علو المقام ليوسف. غلبوا عليه بأمر الله، جاء الإخوة وأخذوا أخاهم قالوا يا أبانا
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. هؤلاء أبناء نبي ويقولون لأبيهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فلا يعقل أن نمنع أبناءنا نمنع بناتنا من اللعب واللهو بحجة قائمة دائمة على أن الحياة جادة. أما الحياة جادة فنعم، لكن لكل مرحلة من العمر ما يناسبها، ولا ينبغي للعاقل أن يتجاوزها دون أن يأخذ نصيبه منها. لا ينبغي للعاقل أن يتجاوزها دون أن يأخذ نصيبه منها. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان معه غلامه قنبر، ومع علي 5 دراهم، فأراد أن يشتري ثوبين، فوجد أحدهما أرفع من الآخر 3 أو 2، فاشتراهما وأعطى قنبر الثوب الذي 3 دراهم. قال: هذا لك يا أمير المؤمنين. قال: أنت شاب ولك فرحة وليس مثلي رجل قد تقدم في السن. فلكل مرحلة ينبغي مراعاتها، ونحن نتعامل مع من كلفنا الله جل وعلا بأن نعولهم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ذهبوا بأخيهم، أتوا به إلى بئر مهجورة على غير طريق، أي على غير طريق سالكة. ولا ريب أن العقل يدل على أن هذا الفتى حاول مرارا مع إخوته يستعطفهم، لكن شيء من الله ليمضي قدر الله. وإلا لا يعقل أن 10 تربطهم بأخيهم رابطة دم يستعطفهم، ومع ذلك يجمع أمرهم على أن يلقوا في غيابة الجب، فألقوا وعادوا. والعرب تقول: الليل أخفى للويل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال أهل العلم: ذبحوا شاة لطخوا القميص بها. ثم لما قدموا على أبيهم قال أهل التفسير: نظر يعقوب إلى القميص فوجده لم ينقص منه شيئا، قال: أي ذئب عاقل هذا أكل ابني وترك قميصه؟ أي ذئب عاقل هذا أكل ابني وترك قميصه؟ قد يقول قائل، وهذا حق، إنه ليس من المعقول أن يتجاهلوا هذا، لكنه وقع بقدر الله. كل شيء يدبر في الملكوت الأعلى، والله لا يملك أحد لأحد نفعا ولا ضرا. وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمان. بقدر الله وهم 10 لم يدر في خلد أحدهم كيف يقدم القميص دون أن يكون ممزقا إلى نبي الله يعقوب، لكن الله أراد أن يفضحهم ففضحهم. ولا يملك لأحد ولا يملك أحد لنفسه شيئا يغيره. لجأ يعقوب إلى الصبر. لما لجأ يعقوب إلى الصبر؟ شيخ طاعن في السن لا يعقل أن يواجه 10، فالإنسان يعرف مناط القوة ومناط الضعف في نفسه. والله لا يكلف أحدا إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يقال على مستوى الأفراد، ويقال على مستوى الأمم، ويقال على مستوى الدول، ويقال على أي حال. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا جاء في أشراط الساعة أن الله جل وعلا يقول لعيسى بن مريم: قد أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان، يعني ليس لأحد بهم قدرة، وهم يأجوج ومأجوج، فيرغب نبي الله إلى جبل الطور. فهذا نبي الله لا يستطيع أن يواجه 10 من أبنائه أجمعوا على أمر واحد، وإن كان يعلم يقينا أنهم كاذبون، لكن لم يكن أمامه إلا الصبر، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. على الجانب الآخر، لم تكن البئر التي ألقي فيها يوسف بئرا على طريق سالكة، لكن ليمضي قدر الله يتوه بعض أهل الأسفار ليمروا على البئر التي ألقي فيها نبي الله فيتشبث بالدلاء، وهذا يدل على أنه كان صغيرا. وقد جلس القوم وأرسلوا واردهم، الوارد قد يكون واحد وقد يكون أكثر،
هؤلاء الذين يعملون كغلمان كخدم للسادة الذين أناخوا المطايا ذهبوا إلى البئر، تشبث يوسف بالجلاء فإذا هم بغلام وضيء آتاه الله جل وعلا من الجمال شطر الحسن كما سيأتي. لما تعلق بالدلاء قالوا يا بشرى هذا غلام، قال ربنا وأسروه بضاعة. أسروه بمعنى أخفوه. من الذي أخفاه؟ الذين التقطوه. عن من أخفوه؟ عن سادتهم، حتى إذا باعوه لا يشترك السادة في الأجر ولا يقتسمون معهم المال، فأخفوه وأسروه بضاعة. قال أصدق القائلين والله عليم بما يصنعون. وشروه أي باعوه بثمن بخس، لأنهم ما بين عشية وضحاها يخافون أن يعرف سادتهم عنهم شيئا، ومن لم يكن له حظ بالدينار والدرهم ولا معرفة بها يرضى باليسير، لأنه لا يكاد يصدق أنه سيملك مالا مع ما جعل الله في قلوبهم من الزهد في يوسف، لأن الله أراد شيئا بزهدهم في نبي الله يوسف. قال أصدق القائلين وشروه بثمن بخس، والباء والخاء والسين كمفردة لغوية كجذر لغوي دائما تدل على النقص، دائما تدل على النقص أينما حورتها. يقال أرض سبخة أي لا تنبت، نفس المفردات الباء والخين والباء والخاء والسين. ويقال ألبسناه السخاب، والسخاب عقد لكن لا يكون من جواهر، لا يكون من معدن النفيس. فالجذر اللغوي وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فاشتراه عزيز مصر وأدخله القصر. هنا نجى الله يوسف من كيد الأخوة، أراد به إخوته أن يعيش في غيابة الجب فأخرجه الله من غيابة الجب إلى دهاليز القصور. الذي اشتراه قال لزوجته ويوسف يسمع أكرمي مثواه. الشافعي رحمه الله يقول الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة، لو زاملته في طائرة يحفظ لك تلك الزمالة، يحفظ لك تلك الرفقة. يوسف عليه السلام سمع عزيز مصر يقول لزوجتي أكرمي مثواه، فحافظها وأنبياء الله في السادة من الخلق. بعد ذلك تعلقت به امرأة العزيز، راودته عن نفسه، أراه الله جل وعلا برهانا لم يذكره الله في كتابه، وما كان غيبا لا يعرف بعقل ولا بتجربة، لكنه قطعا رأى برهانا الله أعلم به. قال ربنا لولا أن رأى برهان ربه. لما دعته إلى نفسها كان عليه حقان، حق لله وحق لمن أكرمه وهو زوجها. فقال في حق الله معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أعصيه. وقال في حق الذي أكرمه قال معاذ الله إنه ربي. ربي هنا ليست خالقي، ربي هنا بمعنى سيدي، بمعنى زوج المرأة. إنه ربي أحسن مثواي، أي لا زالت كلماته في أذني وهو يقول لك أكرمي مثواه. إنه ربي أحسن مثواي. ولا ريب أن اتخاذ الصنائع في الأحرار من أعظم خصال الرجال. قال المتنبي وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. يقول المهلب بن أبي صفرة لأبنائه والله إن ثيابكم على غيركم خير لكم من على خير منها عليكم، إن ثيابكم على غيركم خير منها عليكم. خرج مع الباب، تبعته، قدت قميصه، ألف يا سيدها أي زوجها على الباب. صارت أمور وأمور، استقر بهم الأمر على أن يضعوه في السجن فوضعوه. المرأة دار في الناس في النسوة أنها تعلقت بفتاة. ينبغي أن يعلم أن قول الله جل وعلا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه،
هم لم ينكروا عليها أن تأتي الفاحشة، لأنهم أصلا كانوا كفار، وإن كان قد يوجد في الكفار من ينكر الفاحشة، لكنهم أنكروا عليها كيف امرأة هي امرأة من علية القوم تتعلق بخادم عندها، لا يوجد أي تناسب بينهما. ولهذا قالوا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأتت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، أي شغلن برؤيته عن أيديهن، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ونحن نعلم جميعا أن هؤلاء النسوة ما منهن امرأة رأت ملكا قط، لكن قد استقر في الثقافات عبر الأجيال كلها أن الملائكة رمز للجمال، كما استقر في العقول عبر الثقافات كلها أن الشياطين رمز للقبح. وإلا هؤلاء النسوة لم يرين الملائكة قط، ومع ذلك شبهنا يوسف به بالملائكة، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء والمعراج لما جاء السماء الثالثة قال فرأيت رجلا قد أعطي شطر الحسن. شطر في اللغة بمعنى النصف، لكن السؤال في الحسن ما معنى الحسن؟ الألف واللام هذه إما أن تكون معهود ذهني وإما أن تكون معهود لفظي. معهود لفظي أي شيء سبقها ولا يوجد شيء سابق، بقي المعهود الذهني. والمستقر في الأذهان جمال آدم عليه السلام، لأن آدم عليه السلام خلقه الله جل وعلا بيده، فأعطي يوسف شطر جمال أبينا آدم، على أنه يفرق ما بين جمال آدم قبل أن يعصي الله بأكله من الشجرة وآدم بعد أن عصى الله بأكله من الشجرة. فيوسف عليه السلام على الشطر من وجه أبينا آدم قبل أن يأكل أبونا آدم من الشجرة، وقد كسب الجمال من جهة جدته لأبيه وهي سارة زوجة إبراهيم عليهما السلام، فقد كانت أجمل أهل زمانها. المقصود من هذا كله فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. في غير القرآن كان الأولى أن يقول اللهم إني أسألك العافية، فإن الله قادر على أن يؤتيه العافية فينجو من النسوة وينجو من السجن، لكن الله أجرى على لسانه أن يقول رب السجن أحب إلي لما كتب الله في الأزل ولحكمة الله البالغة، وهذا ما حررناه قبل قليل، خيرة الله لعبده خير من خيرته لنفسه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، قال أصدق القائلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بقدر الله دخل معه السجن فتيان كلاهما يرى رؤيا. الناس والعقلاء أيا كان حالهم، وهي من أعظم الشجاعة الأدبية التي يتحلى بها أي أحد، أن الإنسان لا يمكن أن يكذب شيئا يراه وتيقن به، لا يمكن لمن رزق شجاعة أدبية أن يكذب شيئا رآه وتيقن به. فهؤلاء الاثنان في السجن، يوسف بالنسبة لهما ولغيرهما سجين، هذان لا يعلمان أن هذا نبي الله، ومع ذلك لما رأي الرؤيا توخياه دون غيره وأقبل عليه دون سواه وقال له إنا نراك من المحسنين. لما تيقن لهما من الصحبة في السجن أن هذا لا يمكن أن يكون سجين جرم، لا يمكن أن يكون ربيب إثم، من الصحبة
مما رأوه، ما كان لهم أن يكذب عينيهما. فأقبل عليه يقصان الرؤيا ويقولان إنا نراك من المحسنين. أحيانا يحتاج المرء إلى أن يعرف بنفسه حتى لا يتسلط عليه السفهاء. لما ذكر له الرؤيا في غير القرآن كان الواقع أن يقص تعبير الرؤيا أو يعتذر، إما أن يقول تأويلها كذا أو يعتذر عن التأويل، لكنه قال لهما لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، دعاني من الرؤيا أي طعام يكتب لكما خارج السجن ليبعث به إليكما سأخبركما به قبل أن يأتيكما. قال ذلكما مع تأويل الرؤيا مما علمني ربي، أي بعضا مما أفاء الله علي، وإلا فضل الله علي واسع. ذلكما مما علمني ربي، ثم بين لما فضل الله عليه، وهذا هو المقصود من السورة كلها. قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من أراد الله جل وعلا به خيرا جعل في قلبه تعظيم الله، ومن أراد الله به عياذا بالله نكالا وخذلانا لم يجعل في قلبه تعظيم الله. هذا فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى، ويقول النمرود أنا أحيي وأميت، لم يرد الله بهم خيرا. هذا النبي الصالح والعبد المجتبى والرسول المصطفى يوسف بن يعقوب عليه السلام قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ووالله لن يقضي أحد عمره رجلا كان أو امرأة في شيء أعظم من تعظيم الله. وما أحب الله جل وعلا من عباده شيء أحب إليه من تعظيمهم إياه. وليعلم أن الأمور أربعة: أشرف المقاصد إرادة وجه الله، وأشرف العلم العلم بالله، وأشرف الأقوال الثناء على الله، وأشرف الأعمال عبادة الله. أشرف المقاصد إرادة وجه الله، وأشرف العلم العلم بالله، وأشرف الأقوال الثناء على الله، وأشرف الأفعال عبادة الله. ويتأتى للمؤمن والمؤمنة أن يعظم الله في الخلوة، إذا وقف بين يدي الله في فلق الأسحار يناجي الله بكلماته ويقرأ الآيات التي عظم الله جل وعلا فيها ذاته العلية. هذه أعظم مواطن وأحوال وأشرف منازل الصالحين. قال ربنا جل وعلا بعد ذلك كيف أنه أي يوسف يخاطب أولئك الذين معه، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الهمزة الأولى في أرباب همزة استفهام، والثانية جاء بها للجمع. أأرباب متفرقون، متفرقون ذاتا ومتفرقون صفاتا. معنى متفرقين ذاتا أي أن منهم شجر، منهم صنم، منهم نجم، منهم ملائكة. متفرقون صفاتا بحسب أحوالهم، منهم من ينمو، منهم من هو ثابت، منهم من هو متحرك، وكلها عبدت من غير الله. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نحن نذهب العلم عند الله أن الواحد القهار هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإن كان في المسألة خلاف معروف بين العلماء والجمهور على أنه الحي القيوم، لكن إن صح تحرينا لآيات القرآن فإن الواحد القهار هو اسم الله الأعظم. ذلك لأنك لو تأملت هذا الاسم لوجدت التالي: عندما نقول إن الله رحيم
نحن كذلك منا من يرحم من هو دونه. وعندما نقول إن الله رؤوف نحن كذلك منا من هو يرأف من هو دونه. ونقول إن الله جل وعلا يحسن فكذلك منا من يحسن إلى غيره، مع الفارق العظيم ما بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. لكن لا أحد يمكن أن يطلق عليه إنه الواحد، لا شيء يماثله إلا من إلا الله. ثم كل المخلوقين مقهورون من وجه ما، قهر الله خلقه كلهم بالموت، فكل أحد يصدق عليه قول مقهور ولو كان جبرائيل أو محمد أو أولي العزم من الرسل عليهم السلام جميعا. لكن لا يمكن أن يكون هذا في حق الله. لما قال لهم يوسف عليه السلام ذلك بين لهم بعد ذلك أخبارهم وأحوالهم، وغضب على ظنه أن أحدهما سينجو، فقال له اذكرني عند ربك ليمضي قدر الله. خرج هذا الساقي أصبح ساقيا للملك يسقيه الخمر، يكتب العلي الكبير أن الملك يرى رؤيا، والرؤيا على قدر من يرى، على قدر علو الهمة. فرؤيا الملك ليست كرؤيا العامة، فرؤيا الملك غالبا تتعلق بالرعية. وما الرؤيا؟ الرؤيا في أصلها أن ملكا أوكل الله إليه الرؤيا يطلع على اللوح المحفوظ. فهذا الملك رأى سبع بقرات سمان، ورأى سبع بقرات عجاف، ورأى سبع سنبلات خضر، ورأى سبع سنبلات يابسات، أخبر بها من حوله مبقيا على شخصيته. أفتوني في رؤياي، ليس في كل أمر، حتى يبقي على هيبته. إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الساقي الذي عبر له يوسف من قبل تذكر، قال أرسلون، أرسلوه، أتى إلى يوسف. عدنا للقضية الأولى وهي الشجاعة الأدبية، قال يوسف أيها الصديق، والآن يوسف في السجن، ما قال يوسف أيها السجين، لأنه يعرف أن يوسف لا يمكن أن يكون ربي وفرش. يوسف أيها الصديق وافتنا، قص عليه الرؤيا فأخبره نبي الله بتأويل الرؤيا. رفع الأمر إلى الملك وهو ملك ويتكلم عن سجين، فلم يعبأ به، قال الملك اتوني به. ذهب الرسول فرحا إلى يوسف، لكن نبي الله أبى أن يخرج، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لن أخرج لأنني عبرت لك الرؤيا، أخرج لأنني لا أستحق أن أسجن أصلا، حتى تثبت براءتي أخرج، لأنني رفيق لك وصديق تعرفت علي بتعبير الرؤيا. لما قال له ذلك عظم في عين الملك، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. تغيرت نظرة الملك ليوسف، فلما جاء وكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. سادة القحط، علم الناس في أرض فلسطين أن هناك عزيزا يحسن إعطاء القوت، بعث يعقوب بنيه، دخلوا على يوسف، عرفهم، أنكروه. لما جهزهم أخذ يلاطفهم مرة، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، والحكم يقوم على الترغيب والترهيب، وتارة يعنف، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. عادوا إلى أبيهم أخبروه الخبر، والإنسان حيث يضع نفسه. لما جرب عليهم أبوهم الكذب خاف على بنيامين، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أخذ يغلظ عليهم، ثم أدركته عاطفة الأبوة، قال إلا أن يحاط بكم، ثم قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال جمهور العلماء إن يعقوب عليه السلام خاف على أبنائه من العين، ولهذا قال الله جل وعلا وإنه لذو علم لما علمناه. ونحن نذهب إلى أن ما ذهب إليه الجمهور مرجوح وغير صحيح لسببين. الأول أن هذه ليست المرة الأولى التي يبعث بها بأبنائه، فقد بعث بهم من قبل وهم عشرة، وزيادة واحد لا تغير، فبعثهم عشرة ولم يقل لهم لا تدخلوا من باب واحد. ولو كان يخشى عليهم من العين لخشي عليهم العين في المرة الأولى يوم أن بعثهم
إلى أرض مصر ليمتاروا من العزيز الذي لا يعلم يعقوب حينها أنه ابنه. هذا الأول. الأمر الثاني مما هو شائع وذائع عند الصغير والكبير، الخوف من العين. وأي أحد يبعث 10 من أبنائه أو يرى في ابنه شيئا من الوسامة أو في ابنته شيئا من الجمال يخشى عليها من العين. ليس هذا مما يمتاز به الأنبياء، ليس من العلم الخاص الذي يجهله الناس ويعلو به كعب الأنبياء. والله يقول وإنه لذو علم لما علمناه، مع أن هذا شائع ذائع في الناس. لكن يعقوب عليه السلام أراد شيئا آخر، وهو أنهم في المرة الأولى ذهبوا وهم 10 ودخلوا من باب واحد، وأبواب مصر يومئذ كانت 8، وعلى الأبواب حرس إذا أظلم الليل أغلقوها. فدخلوا 10، فمن كلف بالحراسة لا يمتار لا يرتاب في أول الأمر في كونهم دخلوا، لكن إذا عادوا عاما آخر ودخلوا وهم 10 أو 11 ربما يرتاب فيهم الحراس فيرفعون أمرهم إلى الملك. فخوفا على أبنائه من التهمة قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، فلا يلتفت الحرس إليهم. وفقه يعقوب هذا من كونه علم أن الملك أخذ يحتك معه، أخذ يتحاور معهم في الحديث ويسألهم عن أخيهم، ففهم أن الملك وضع عينه عليهم وهو لا يعلم حينها أنه يوسف ابنه عليهما السلام. دخلوا من حيث أمرهم أبوهم وما كان يغني عنهم من الله من شيء. لما دخلوا على يوسف أرادوا أن يرحلوا يعودوا، تعمد أن يجعل صواع الملك في رحل أخيه، وهذا علمه الله جل وعلا إياه. خرجوا تبعهم النداء أيتها العير إنكم لسارقون، نفوا أن يكون هناك سرقة. ما قالوا ماذا سرق، قالوا ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا أي من بعثهم يوسف، قالوا للإخوة ما جزاؤه إن وقعت السرقة؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. أي إنسان تسأله عن شيء يعطيك ما في ثقافته، ويعقوب عليه السلام كان في شريعته أن من سرق وثبتت عليه السرقة يصبح أسيرا لدى الغير، أسيرا لدى سارقه، مملوكا رقيقا لسارقه. فجعل الله له هذه الطريقة ليوسف حتى ينال أخاه بنيامين. قال أهل العلم إنه كلما فتح وعاء أحدهم قال استغفر الله مما رميتكم به، حتى انتهى إلى الأصغر قال أما هذا فلا أظنه أخذ شيئا، قالوا لا. ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. لم يبقى من الوقت ما نضيف فيه شيئا، إلا أننا نقول ثم إنهم رجعوا إلى أبيهم، وأبى الابن الأكبر حياء من أبيه أن يعود، لأن يعقوب عليه السلام كان يفقد يوسف، فأصبح يفقد يوسف وبنيامين وراحيل وهو الابن الأكبر. ثم إنه أباهم أمرهم ألا ييأسوا من روح الله، فلما تمسكوا بعدم اليأس من روح الله أماط اللثام عن نفسه وكشف النقاب عن شخصيته، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كما كان القميص سببا في بكائه، كان القميص سببا في فرحه. خلع القميص أعطاه إخوته وخرجت القافلة من أرض مصر إلى أرض الشام، لكنه قبل أن تخرج حتى يعلم أولياء الله كرامتهم على الله، إذا أراد أحد أن يكسر ظهرك لن يقدر إذا أراد الله أن يحميك. لما خرج القافلة استأذنت ريح الصبا ربها أن تبلغ يعقوب ريح يوسف قبل أن تصل القافلة، لعلم الريح بمكانة يعقوب عند الله. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. عاد الأب إلى ابنه ودخلوا أرض مصر كما قال الله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم لما
كمل عطاؤه في الدنيا اشتاق قلبه إلى ربه. والله كريم، لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وإذا أراد الله بأحد خيرا توفاه على الإسلام. قالوا لما جاء البشير إلى يعقوب قال له كيف تركت يوسف؟ قال تركته عزيزا على مصر. قال يعقوب ليس عن هذا أسألك، تركته على أي دين؟ قال تركته على دين الإسلام. قال الآن تمت النعمة. ولهذا قال الله في البقرة الإنسان إذا فارق الحياة ونظر بعينيه إلى أبنائه وبناته لا يوجد خير إلا وهو يتمناه لهم. والله ما من خير أعظم من أن يموت الفرد على الدين، على الإسلام، أن يختم الله له بالدين. قال الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مخلصون. أسأل الله أن يحيينا وإياكم في الدنيا على ملة إبراهيم وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.